ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، أولا نشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لهذا اللقاء الطيب وأن نلقى الأهالي والأحبة من أهل هذه القرية الطيبة، وثانيا نشكر الله سبحانه وتعالى وندعو الله عز وجل بالبركة والخير لأخينا صاحب الزواج الشفيع ولزوجه، نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل بيتهم بيت خير وبركة. ثالثا أعظم يا إخواننا ما يجمع بين الناس ويؤلف بين القلوب هي العقيدة الصحيحة، ونحن جميعا اللي في المكان ده انتوا كلكم أهل ومن منطقة واحدة، لكن نحن اللي جينا من بعيد لا يربط بيننا وبينكم نسب، ولم تربط بيننا وبينكم الديار، نحن في مكان بعيد وانتوا في مكان بعيد، لكن ربطت بيننا هذه العقيدة الإسلامية الطيبة، هي الرابط بيننا. ورابط العقيدة والإيمان هو أعظم من رابط النسب، لذلك كان من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأقرباء إليه، من الناس القريبين من النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ممن هم بعيدين في القبيلة. يعني بلال كان من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وما بيناتهم قبيلة، بلال من الحبشة والنبي عليه الصلاة والسلام عربي قرشي هاشم، ما بيناتهم قبيلة، لكن تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال، قال يا بلال أخبرني بأرجى أعمالك، يعني كلمني بعمل عمل عظيم أنت قاعد تعمله، قال فإني سمعت دفن عليك في الجنة. قال سمعت شنو؟ صوت نعلاتك جوا الجنة، وريني أنت بتعمل شنو؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ما توضأت وضوءا إلا وصليت به ما كتب الله لي من صلاة، يعني بعد ما توضأ بصلي لي ركعتين. قال له أنا سمعت دفن عليك في الجنة، مع إنه بلال ما ربط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة ولا نسب، إنما هو الدين، إنما هو الدين. صحابي جليل اسمه جليبيب في إحدى المعارك، النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما انتهت المعركة بقى بيتفقد في الموتى، وأي قبيلة بتتفقد الموتى بتاعينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم من تفقدون من موتاكم؟ أي قبيلة يقولوا نفقد فلان، نفقد فلان، فقدنا فلان استشهد إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكني أفقد جليبيبا، كان صحابيا، النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه وبينه نسب ولا قبيلة، قال ولكني أفقد جليبيبا لما وجدوا مع سبعة من القتلى من المشركين، قتلوا مقتلوا في النهاية سبعة منهم، النبي عليه الصلاة والسلام فرش يدينه كده، جعل له ده 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 الفراش اللي بيرقد فيه ها عشان يكفنوه في يدينه، على يدين النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما دفن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جليبيب منا آل البيت. شوف دخلوا وين؟ في آل البيت. إذا أعظم ما يجمع بين العباد العقيدة، العقيدة الصحيحة، وفي نفس الوقت العقيدة تفرق بين الأهل والأقرباء.
ناس القرابة، فرق بيناتهم العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم عنده عمه شقيق أبوه طوالي، عمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وده اللي اسمه أبو لهب. أبو لهب كان كافر كافر. والآن القرآن يتلى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ليه؟ كفر بالله، عقيدة. الموضوع كله يا إخواننا، والرابط بين الناس هو رابط العقيدة، وكل الروابط تتلاشى أمام روابط العقيدة، كل شيء بينتهي. ولذلك أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أولا في بداية كلامي إنه ما جاء بنا من الأماكن البعيدة إلى هذه البلدة وإلى أهلها الطيبين إلا ما ربط بيننا وبينهم من العقيدة الصحيحة أبدا. ولذلك من المنطلق ده يلزمك أنت كمسلم تتعلم هذه العقيدة، تتعلمها وتتبناها، تؤمن بها وتدعو إليها بصدق وإخلاص وشجاعة. نحن عقيدتنا يا أخواننا ما عقيدة بنخجل منها، أنت عارف المعلومة دي. والناس المختلفين معانا كتار من بني جلدتنا، من ناس يقولوا مسلمين زينا، مختلفين معانا في العقيدة، فهمت؟ لكن العقيدة اللي أنت بتحملها اللي هي عقيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما عقيدة بتخجل منها أبدا، ما بتخجل منها أنت. لأنه الليلة النبي صلى الله عليه وسلم من الأساسيات اللي علمنا ليها قال لابن عباس وهو صبي صغير زي ولداتنا الصغار ديل، عمر 10 سنوات أو أقل من 10، قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. الكلمات دي عقيدتنا. والناس الخالفونا ديل، وأنا بجي بناقش لك بعد شوية، الناس الخالفونا خالفونا في الكلمات اللي النبي علمها لابن عباس صبي صغير، صبي صغير علموا ليه وراسخة عند الصحابة كلهم، راسخة عندهم تمام ما فيها نقاش. الآن جو خالفونا في الجماعة دي، خالفونا فيها وبغلطونا في أساسيات من الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال له: احفظ الله يحفظك. انت كده أمال الكلام ده؟ قال له: احفظ الله يحفظك. نحن هسه الأمة دي كثير منها شغالة بالموضوع ده، الناس شغالين بالحجبات. وشوف النبي علمها لصبي صغير، قال له: احفظ الله، بس الله اللي بيحفظ. انت احفظ الله يعني طيع الله، طيع الله، الله بيحفظك بس. الموضوع كله شنو جايب لنا ورقة وداك يقول لك دي ترابة وتحسونة ودي طينة وضى الطريفي وده ما تعرف حرز حرز الناقة وده حجاب نحن جايبينه من وين ومن وين يا ناس؟ في شنو؟ في شنو ذاته؟ ليه؟ خلت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احفظ الله يحفظك. واحد من اهلنا دي راكب حمار ومره ماشي الخلا وزون نجيب والفاهم، جاء واحد من الفقراء اللي بيبيعوا الحجابات ديل قال له: دارك اكتب لك حجاب. قال له: من شنو الحجاب ده؟ قال له: والعقارب، انت شايف الثعابين والدواب في الخلا والعقارب وكده، بكتب لك حجاب. قال له: بتبيع ولا ساي؟ وداك همه في قروشي بس، بتبيع ولا مجاني؟ قال له: لا لا ببيع لك. قال له: لا ما دايرو يا زول، ما دايرو. قال له، قال له: الدوابي بتضربك. قال له: شوف انا راكب في حماري ده فوق، كان عندك حجاب اكتب للحمار ده، انا ما نازل ذاته. قال له: يا زول الحمار ده بحرسه الله. قال له: الله اللي بحرس الحمار ما بحرسنا انا. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قاله زمان في حديث، جملة واحدة، جملة من حديث، قال لي: احفظ الله يحفظك. شنو انت عامل لنا غلبة ومربطين حجبات وهنا في النص ورابطه في ذراعه؟ الناس اللي عاملين فيها بيعلموا دين في البلد دي، للأسف العاملين فيها بيعلموا دين. الزول اتكلم عنه شيخ شهاب قبل شوية، اللي اسمه منتصر الليزيري ده، بيجيبوه في التلفزيون، زول عامل فيها مفتي السودان وبعلم الناس الدين، وده يرجع الناس للتصوف تاني. ده لما يرفع يده في التلفزيون عينك الحجاب بتاعه هنا يسوي كده، حجاب قدره ده، ده داري يعلم ناس دين.
باقي لك الحجاب ده لو دين، بس سؤال اسال نفسك سؤال بسيط، لو دين هل فات على النبي عليه الصلاة والسلام؟ دينا ما عرفوا النبي ده جبته من وين يا صوفي؟ جبته من وين دينا ما عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل جاء في المسند، مسند الإمام أحمد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الرقى والتمائم، دي البعلقوها دي، والتمائم والتولى شرك، دي الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكيف زول يخلي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويجي يقعد يمسك له في كلام بتاع صوفية، وتعشيل مننا حجاب وشيل مننا الحرز والورد بتاعنا في كتاب بتاع الصوفية، دي كتب كتبوه عشان كده ما يقدروا يناقشونا. نحن بفضل الله عز وجل أي محل بنمشي له بنكشف الصوفية ونفضحهم من كتب جوا، من الكتب بتاعتهم، من الكتاب بتاع أزاهير الرياض ده بتاع السمانية. أنا قد يكون من الناس، ما أظن يكون في زول صوفي، لكن قد يكون في زول متعاطف معاهم، ويقول لك الكلام اللي تقوله ده ما قاعد نلقاه، والكلام ده بتجيبوه من راسكم. بس انت امشي الدار السودانيه للكتب، قول لهم ادوني كتاب اسمه ازاهير الرياض تاع السمانيه، كتبه برام، قال جوا، قال الحرز بتاعهم الزول جاته حمى، قال يكتب لمن به حمى شقش شقموش نموشلخ العجل الساعه 2. هسه ده عالج من شنو ده؟ وطيب لو كتبت الساعه 3 يعني بعالج ولا ما بعالج؟ ده مش ضلال؟ قال تكتب سهسهوبي طهطهوبي كهوب بي ولا ار جي شنو ده؟ لا ده علاقته شنو مع القران؟ علاقته شنو مع القران ده؟ ده علاقته شنو مع العلاج بتاع النبي عليه الصلاه والسلام اللي علمنا له النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاه والسلام واحد خبيث، واحد ثاني خبيث اسمه لبيد بن الاعصم عمل للنبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ عمل له سحر خبيث يهودي اسمه لبيد ابن الأعصم، خدت له السحر في بئر ذروان وجوه لحد ما غير موية البير ذاته، بقت النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنها نقاعة الحناء. شوف ظل مجرم كيف عمل في مشط، جاب له شعارات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وده شغل الدجالين هسه شغالين الصوفية الليلة، ده الليلة بيشتغلوا الصوفية. أنا بديك الكلام بصراحة شديدة عشان انت تعرف مشكلتك وين وتعالجها كيف. ده الموضوع هنا الان، ده اللي بيشتغلوا الصوفيه. واحد يقول لك امشي داير بيت فلان ديك، وجا واحد ودى عمه مغترب واخذها، وانا داير اربط لي وخلي ذاك يجن ويلف لقط الجناي ويمسك القضيب ويلف بيه كده يجننوا، امشي اكتبه لي يقول لك جيب لي شعارات منه، ولا جيب لي شيء من الملابس الداخليه بتاعته اكرمكم الله، شغل بتاع سحر كله. لبيد ابن الاعصم عمل السحر للنبي صلى الله عليه وسلم في شعارات من شعره وسنون من المشط بتاعه اللي بيسرح به، مشى عمل السحر وجدع جوا البير. النبي عليه الصلاه والسلام طيب يتعالج كيف؟ هل مشى للسحره يتعالج عندهم؟ وهل بيجوز يتعالج عند السحره؟ ما بيجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه ملكان جبريل وميكائيل، وده سبب نزول ايات بتاع سوره الفلق والناس. أقرأ أي تفسير من التفاسير، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير البغوي، تفاسير المعتمد عند المسلمين، تلقى ده سبب النزول. جلس الملكان واحد عند رأسه وواحد عند قدميه، قال ما بال الرجل؟ قالوا مطبوب. مطبوب عند العرب كلمة مطبوب معناه عيان، وبيسموا العيا طب، قالوا تفاؤلا لأن الطب هو العلاج، لكن بيقول لك مطبوب. اصل زي اهلنا يقول لك، تقول له فلان ماله يا اخي ما شايفه، يقول لك في عافيه شويه، في عافيه، هو ما في عافيه، هو في شنو؟ هو في مرض، لكن تفاؤلا بيسموا المرض عافيه. فزمان يسموا المرض طب، قال مطبوب، قال ومن طبه؟ العمل له المرض ده منه؟ قال لبيد بن الاعصم اليهودي في مست ومشاطه. فقام بيقوا بيقروا عليه يقرأ سورة الفلق ويدفل عليه، بس يقرأ، قال قرأ ثلاث مرات، كل ما يقرأ تنحل عقدة، كل ما يقرأ تنحل عقدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام كأنما نشط من عقال شديد، ما عنده أي حاجة. كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن النبي صلى الله عليه وسلم، مما عمل له ذلك الخبيث اليهودي.
الآن الذي يلعب دور اليهودي الصوفية في البلد دي، يلعبوا الدور بتاع اليهودي اللي بيعمل السحر. الآن يا شباب لو سألتكم، وخاصة الشباب، وخصيت بالسؤال ده الشباب لأنهم محتكين بواقع الزواج والقصص بتاعت الزواج. الآن كم من الشباب منع من الزواج بسبب الأسحار دي؟ كم؟ عشرات. لو قعدت الآن قلت لكم احكوا لي، بتحكوا لي عشرات القصص في بلدكم هنا، واقعكم. فلان داك عملوا له سحر، فلان داك دار ياخذ فلانة، ما قدر، ما لقى طريقة، ممكن بعد ما يتزوجها ما يقدر يدخل عليها. ممكن. أنا بيتصلوا علي ناس بكميات، كويس؟ واحد يقول لك أنا اتزوجت لي فترة كده ما قدر يدخل على زوجتي، ما قدر. السبب شنو؟ سحر. العمل منو؟ سؤال، منو اللي بيعمل السحر الآن هنا؟ في يهود في السودان؟ ما في يهود إلا قلة وما ظاهرين ذاتهم. في نصارى قاعدين يعملوا سحر؟ ما في، بيعملوا منو؟ بس ده الكلام، بيعملوا سحر الصوفية. عشان أنت تعرف إنه ده ما عنده علاقة مع دين النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول لك نحن طرق ونحن أحباب الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ساحر، ولا كان ساحر؟ ما كان ساحر، ربنا قال حتى مش شاعر ما كان، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ربنا سبحانه وتعالى قال وما هو بقول ساحر قليلا ما تذكرون، ولا بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ما هو ساحر ولا دجال ولا مشعوذ. عشان انت تقول لي انا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت انت بتعمل في السحر، تعمل في السحر يضر ذاك، وشرد ذاك من اهله، واحد يخلوه مجنون، مجنون فك منه. يا اخي من اخطر الاشياء اللي انا لاقتني في المجتمع، واحد يتزوج بعد 15 يوم ما قدر يصل زوجته 15 يوم، اليوم ال 15 راوي توفى في حلتنا. زول تخيل زواج زي ده بعد 15 يوم عاملين له سحر والدجل والشعوذه بتاعت الجماعه دي، وبعد يجي يقول لك احنا احباب النبي ونحن بنحب الرسول عليه الصلاه والسلام. انتم ما عندكم علاقه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الزول اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم ترى هو اللي بيتبع سنته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عشان كده يا اخواننا انا ارجع لكم لاصل الكلام بتاعنا، انه ما يجمع بين المؤمنين العقيده. العقيده والعقيده اساسيات علمنا لها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك احفظ الله يحفظك. شنو الشغله عامل الله حرز وحجبات وكلام فارغ؟ ما محتاج الا ده، بس احفظ الله يحفظك. يا اخي خليك من ده. هسه تعرف الكفار ديل، نحن اولادنا تلقى الشافع مخاخيت وماشات وببشتن ولبسين له الحجاب هنا، يقول لك ده بيسحروا. والخواجات ديل اولادهم نضاف، الواحد معلق انه في لبن نيدو تلقى، ولا بيعلقوا له حجاب ولا يحب فاكنه ساي. هسه ده يسحروا ده مركب له 60 ورقه في شنو؟ يا ناس في شنو؟ لخبطه ساي كلها. لا الدين لخبطه الصوفيه دين، لكن ادار تكون عقيدتك مع عقيدتي انا. يا ناس، الناس ما يربطوا الدين باشخاص. الدين ده ما حق شخص معين من الناس، ولا انا نحن اتباع شخص معين، نحن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحن اتباعه. عشان ما يجي زول بعد شويه يزعزع عقيدتك انت ويقول لك خلاص سمعت كلام الوهابيه، ولا سمعت كلام ناس منو ومنو فلان وشيخ فلان وشيخ فلان. يا ناس هوي شيخ فلان وعلان الدين ده ما حقهم، ما حقهم. اي زول بيتكلم هنا بيجي يبلغك، بس مبلغ بيقول لك الله قال الرسول قال، ثاني ما في حاجه، لكن الدين ما حقنا. عشان تقول لي العقيده حقتكم احنا ما درينا، هو انت قال حقتنا دي ما حقتنا يا اخي، ولا انا شاركت فيها بحرف واحد. انا بلغت عليك قلت لك النبي قال كده، محمد صلى الله عليه وسلم قلت لك، ربنا قال كده، انتهى الموضوع. كويس. بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس، قال له احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك. والله يا اخواننا لو تأملت الموضوع ده في حياتك انت، انه ربنا لو وكلنا على الناس ديل، الله بقول لك امسك فيهم ديل تب ما تفكهم، امسك فيه وتحسونا، وامسك فيه البادراب، وامسك فيها على السلسله. اتاكد معي لو ربنا تكلنا على ديل، والله امورنا تبوظ كلها، والله تبوظ شت. يا اخي البادراب جايب لك خبر انت؟ اصل احنا في التباب النافعات فيه جاي كده في طرف الجزيره، كويس؟ والشيخ ده مدفون هناك، حسن بجلابيه ده مدفون في كسله. على الاقل جايب لنا خبر نحن. هسه غدانا اللي اتغدينا قبل شويه ده، لو كان الموضوع ده عند حسن بجلابيه باقي لك بنتغدى؟
حسن بجلابيه يودي الغدا لناس كسلة ولا لناس القضارف ولا للحبش القاعدين مغادي ها، ولا يودي لأهل البيجاي ولا يودي للكريدة ويودي لمنو، يودي لمنو؟ يا أخي ربك كريم، ربك رزاق، يرزق الطير في جو السماء، طير في جو السماء. ربنا قال ألم يروا إلى الطير صافات في جو السماء ما يمسكهن إلا الرحمن. منو طير في الهواء ده؟ انت تجي شايل الشوال بتاع العيش بتاعك كويس، تقع منك حبايتين بتاع العيش في الوطن، ده رزق بتاع طير جاي طايره من هناك بتشيلهم بتاكلهم. الله وزع وقسموا للعباد كلهم. نحن لو ربنا وكلنا على ديل كان روحنا كلنا وضعنا ساي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له احفظ الله تجده تجاهك. الله بسهل لك امورك، الله بيرزقك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أتخيل أنت في جوه في بيتك جوا وعندك حمى، الحمى شهينة ها، والحمى مولعة بك الليل كله، وشيخك مدفون هناك في العلفون، الشيخ جاب لك خبر الحمى مولعة فيك، أنت بتقول يا الله، الله بيسمعك. لكن الشيخ بيسمعك؟ عشان كده ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما بيسمعوا، ما بيسمع يا أخي. قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أخوانا يونس عليه السلام ربنا يحكي لنا قصته، قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ذنون ركب البحر في السفينة ثلاثة أنفار، قالوا السفينة بتغرق إلا نقوم نجدع واحد جوا، قال قرعة، ربنا قال فساهم رموا القرعة وقعد على يونس نبي، قال وما بنرمي لنا نبي في البحر، عيدوه تاني، تاني عادوه تاني وقعد عليه، قالوا نبي ما ممكن نرمي في البحر، عيدوه المرة الثالثة، المرة الثالثة وقعد عليه رموا في البحر وقع، جاء الحوت من البحر الأخضر، ربنا قال فالتغمه الحوت وهو مليم خش بثيقة على البحر. الوقت ذاك أسألك بالله لو ناديت الفقرة في الواطة ده تشت بمرقوك من المحل ده؟ أقعد عنده ساي يا فلان، الحوت ده بيعرف لك وتحسونه؟ الحوت ده ما بيعرف وتحسونه. ربنا أوحى للحوت ألا تكسر له عظما ولا تأكل له لحما، تبلعه كده بس في حاله دي شديد، ما تجيه حاجة، بطن الحوت ما ولاه جوا. ربنا قال فنادى في الظلمات، ظلمة البحر ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله سمعوا ولا ما سمعوا الله سمعوا ولا ما سمعوا؟ الله سمعوا، جاوبوا ولا ما جاوبوا؟ نجاوا ولا ما نجاوا؟ ربنا قال فاستجبنا له طوالي ونجيناه من الغم. قال وكذلك ننجي المؤمنين. الله قال لك سوي زي ده بس، عليك الذي سهله ولا ما سهله؟ وربك كريم ولا ما كريم؟ الشيوخ في دخل لهم ثاني؟ عندهم دخل في الحته دي؟ ما عندهم اي حاجه. عشان كده عثمان بن عفان يوم من الايام قاعد، مرة فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سلم عليه السلام عليكم، ما رد عليه السلام، غريبة صح؟ صحابي جليل ما يرد السلام، مشى فيه وفات. طوالي مشى لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال يا أمير المؤمنين أحدث في الإسلام شيء؟ الدين قال له فيه شيء تغير ولا حاجة؟ قال له لا لا، ولما ما في شيء تغير؟ تخيل معاي، قال له مررت على عثمان آنفا أستجد بجمع عثمان بن عفان فقلت السلام عليكم، قال فملأ مني عينيه، عاين فيني طب مش نظام ما سمعني، عاين فيني، قال ولم يرد علي السلام. طوالي عمر الخطاب دعاه أمير المؤمنين قال له يا عثمان ما منعك أن ترد على أخيك السلام؟ ليه ما ردد على السلام؟ قال ما فعلته، كله قال ما عملت كده ولا مرة بيزاته،
قال حتى حلف وحلفت، حلف إنه مر بي وحلف إنه ذاك، قال ما مر بي ذاك. قال بعد شوية تذكر عثمان، يتذكر أي صح، قال له مريت بي، قال ولكنني تذكرت دعوة علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما تذكرتها إلا وأصاب بصري وقلبي غشاوة. قال له والله لما أتذكره لا بسمع لا بشوف. شوف الصحابة ديل إيمان عميق كيف. عفوا هو الخصيم كان سعد، قام قال لا أقول لك حاجة، أنا أوريك الدعوة دي. قال هي دعوة الزنون عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعا بها أحد في شيء إلا استجاب الله له. نحن عندنا دعوة زي دي، نقول ننادي في الفقراء، هيا أبو التاية قال وحامد بعصايا، ده البرعي، شوف البلوى الدخلة في البلد دي. نحن عندنا قرآن، نحن عندنا سنة، سنة مطهرة، عندنا دعوات مباركة، نخليها نقعد نباري شغل البرعي. البرعي أول ما جاته الحصايا حصوة آخر حياته وهردت كبدته، شفت الحصوة دي، بقى بينادي وبيندا في الفقراء، قال هيا يا أبو التاية وحامد بعصايا، قال زيلوا الحصايا وامرات كلايا، لا زالوا حصايا ولا زالوا امرات كلاو، لحد ما الحصوة قطعت مسارين ومات، ما في حاجة يا ناس. عشان كده انت لما تتأمل الحديث ده، النبي عليه الصلاة والسلام قال احفظ الله تجده تجاهك، انت خليك عندك عمل صالح مع الله، عمل صالح مع الله، لما تكون في الضيق تدعو الله الله يستجيب لك. ربنا استجاب لنوح، قال كيف؟ ربنا قال شنو؟ قال فلولا أنه كان من المسبحين. لاحظ العمل الصالح الزمان ربنا ينغزك به الآن. يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه. عشان كده قال لك احفظ الله تجده تجاهك، أنت أعمل لله في وقت الرخاء، الله بينفعك بيتين بعدين في وقت الشدة، لكن تقعد أنت تسوي علي زيارات للفقراء، ومرة شايل لك عتوت وماشي للشيخ، ها؟ ومرة شايل لك ذهب ومودي للشيخ، والمرة يقول لك واحد ببساطة، المرة تدق له تليفون، ألو أنا ماشي الليلة للشيخ فلان، أديني حق الزيارة، يقول لها والله أنا آسف بعيد لكن بحول لك رصيد. بحول رصيد للمرة، ها يا ولد الحلال، تحول لها رصيد تمشي لفكي، ماشي ليه؟ الفكي عنده شنو؟ ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما عن فكي، فكي ما عنده حاجة يا ناس. بعديها طوال النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس دي أساسيات الأمة، دي أساس عقيدتنا، قال له إذا سألت فاسأل الله. ومن هنا بعد اللخبطة الصحيح صحيح تبدأ بتاعت الجماعة بتاعت الغوم، وده دين الصوفية. شوف لو فهمت الحديث ده فهمت إن الصوفية ده اللي جاي، ودين محمد صلى الله عليه وسلم بغادي ما عندهم علاقة معه، دجل وشعوذة، تقعد تنده في الفقراء. قال لك إذا سألت فاسأل الله، ولا في نقاش كثير في الموضوع ده. يجيك واحد هسه يقول لك لا يا مولانا في حديث قال إذا انفلتت دابة أحدكم فليقل يا عباد الله احبسوا، ده حديث ملفق زايدة، ده ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يلفقوا الصوفية ها عشان يحرف عقائد الأمة، ما النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لك امشي عنده عباد الله احبسوا، لا قال لك عندهم ولا اي حاجه، كذب. بعدين انت اكان الدابه انفلتت منك مشيت حيلك، امسك على راقيك في خشمك واجر الحقه، اجر الحق حمارك بس، بدل تسوي رافع يدك اوك الحقوه كذا جربها انت، شوف الحقوه والله ما تلين فيها، وخاصه الايام دي البهائم شبعانه والله يتفك لك حمار ايام الخدار ده، وتقعد تنده والله تنده على الصباح حمارك ده اكان تلقى في رفاعه والله ما تلين في تاني. يا ناس ما في حاجه اسمها تنده فقيه تنده شيخ، خلي عقيدتك في ربك، ربك تبارك وتعالى. انبياء كان بيدعو ربنا، انت عارف ايوب عليه السلام بلغ به المرض مرحله بلا وصلتك انت ولا انا، والله كان امورنا باظت. تعرف بعض المفسرين قالوا كان أيوب عليه السلام من شدة البلاء لمن يتساقط بعض لحمه منه، بلاء شديد ومرض زمن طويل،
لحد ما كانت زوجته بتمشي تخدم تشتغل للناس وتجي تأكله وتعينه وتساعده. تخيل معي لحد ما يوم من الأيام كما ذكر في كتب التفاسير قالوا ما لقى الزوج تشتغل له، فقطعت ضفيرته وباعتها شعرتها قطعتها وباعتها ومشت جابت له الأكل وجات. أول ما عرف كده أكان صابر كلمة مبغولة وليش بس ساكت صابر، أول ما شاف اللي وقع على زوجته قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا طوالي قال فالفدي للتعقيب طوالي قال فاستجبنا له طوالي قال ووهبنا له أهله. المفسرون قالوا أهله ديل ماتوا ربنا رجعوا له تاني، قال ومثلهم معهم وزيهم تاني رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نخلي ربنا يا أخوانا نقعد ننادي لنا فقرة ننده الليل كله. البرعي قال في الليل الهادي بنادي سيادي، في الليل الهادي ما تنادي الله يا أخي، الله يهديك ما تنادي الله يا أخي. قال في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، جملة يعني يلغوم ده جملة كده بالكوم يلغوم وفرادي أناديهم واحد واحد يا العركة ويا بعصايا ويا حامد ويا الدسوقي ويا البرهاني ويا أحمد التجاني. يا ناس ده بيجي كده دي عقيدة المسلمين. شوف أنا الدائر منك في كلمتي دي كلها ودار اختصرها نجد الموضوع ده، ده أساس دينك. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ حديث أنس رضي الله عنه حديث قدسي ربنا بتكلم مع عباده قال يا عبادي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. شوف البشرى للتوحيد عشان كده نجد العقيدة نجدها تمام. قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ذنوب ومعاصي، عاينت للحريم مرات، سمعت لغنية غنيتين كده ده حرام كله معاصي وذنوب، لكن قل من ينجو منا، بتقطع وتتكلم مرات في الناس كده إلى آخر الذنوب المعروفة كويس. قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ذنوب قدر الوطة دي، قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ده الشرط هنا. قال لأتيتك بقرابها مغفرة، جبت ذنوب قدر الوطة تجيك مغفرة قدر الوطة. توحيد، شو التوحيد غالي كيف؟ عشان كده الإمام أحمد قال حسنة التوحيد لا يعدلها شيء، دي حسنة ثقيلة ما زي الحسنات الثانية. زول تلقى مليان حسنات حج وبر والدين وصلة أرحام وعنده شرك بهناك، الشرك السيئة بتاعته ثقيلة بتنشف أي حاجة معاه ثاني. بالمقابل التوحيد حسنته ثقيلة حسنة عظيمة. حديث البطاقة ده رجل يؤتى يوم القيامة ينشر له سجلات السيئات بتاعته ينشرها له كده 99 سجل، شوف العدد ده 99 يشرها له كده قدامه، بعدك يسأله ويقول له هل تنكر من هذا شيئا؟ شوف الذنوب دي كده عين الله كلها غيبة نميمة كذب بهتان، طقيت لك زول كف، أكلت لك حاجة من حواشة الزول، بهيمتك فكيت في حواشة الناس، كمية ذنوب كلها. يقول له هل تنكر من ذلك شيئا؟ يقول لا. هل ظلمك الحفظ الكاتبون كتبوا عليك حاجة ما عملتها يعاين فيها؟ لا، يقول له كله سويته كله سويته. يقول له إنك لا تظلم عندنا، برضو ظلم ما في، عندك حسنة بأي واحدة تعرف يعاين فيها كده؟ يقول له يا ربي وما تغني هذه البطاقة واحدة مع هذه السجلات 99 سجل مد البصر، معقول يا أخي بطاقة واحدة بجاي؟ يقول له إنك عندنا لا تظلم، ظلم ما في، خدتها في الميزان 99 في كفة بجاي، البطاقة الواحدة في كفة بجاي. النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. البطاقة دي فيها توحيد، أنت قال فيها شنو جوا؟ دي فيها توحيد، لا إله إلا الله خالصة نظيفة، لا إله إلا الله ما معها فكي ولا معها حيران ولا معها أي أحد، لا إله إلا الله نظيفة دي رجحت وطاشت كل السجلات كلها طاشت. في المقابل أعمل حسابك، الشرك بيفسد العمل كله. ربنا ذكر 18 نبي
قام انقاشر نبي رسول في القرآن، قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبله ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. دل 18 ربنا بعديه قال: ولو أشركوا. ال 18 مو أنا وإنت، إحنا مساكين زاي ونحن أنبياء. قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هسه واحد يجي يقول لك: يا مولانا لكن أبونا الشيخ أكل الكسرة. هاي خليني من كسرته، عقيدته وين؟ عقيدة ما عنده؟ كسرته راحت، حجه راح، ها؟ بر الوالدين راح، كله راح ساي. ده عمل أنبياء مو كسرة بتاعت أبوك الشيخ. عمل أنبياء، عمل بتاع أنبياء. ما تقول لي ده بينفق. شوف إنفاق الأنبياء كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي دخل عليه، أعرابي ساي جاي من البادية. والأعراب دائما يا إخوان عندهم الجلافة في الطبع. طبعهم شديد، ما بيتعامل معاك بزوج ولو سمحت، لا لا. بيتعامل معاك بطبع البادية. فدخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بتلابيبه. مسكوا من وين؟ يا إخوان النبي ده بيمسك لنا نبي من جلابيته؟ نبي. أخذ بتلابيبه قال: يا محمد. الوقت ذاك ما كان يعرف الإسلام يا إخواننا، لكن شوف الإسلام بعد شوية كيف هذب هذا الأعرابي. كويس؟ قال له: اعطني لا من مال أبيك ولا من مال أمك، اديني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأخلاق، فوق الأخلاق ذاتها. شفت الأخلاق هنا؟ النبي فوق ليها، وده عليه الصلاة والسلام. ده شيء نحن ما بنقدر عليه. وصل أنا هذول يجي خانقني يقول لي اديني، وكذا اللي نحل مني أول حاجة خليك أديه كمان، كذا اللي انفك مني بعد ما خانقني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو فوق الأخلاق عليه الصلاة والسلام. قال: ها؟ قال له: في غنم بين جبلين، أمشيلن كلين. غنم بين جبلين، يعني زي هسه حساباتنا بتاعت البلد دي قروش ثقيلة جدا. دي أعظم ثروة كانت هناك، الإبل والغنم والبقر وكده. غنم بين الجبلين، قال: أمشيلن كلين. أنت عارف الرجل ده، ها؟ أول ما وصل أهله هناك قال لهم: يا ناس أسلموا. قال لهم: لقد جئتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده بيديه كده بس. شوف انفاق النبي صلى الله عليه وسلم ده كله، ده انفاق في زيه ده هسه ثاني؟ ده مش كمل الحد كله كله؟ مع ده كله ربنا سبحانه وتعالى قال: ولو اشركوا. لو، وما بيشرك، لو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تقول له: يا ابويا الشيخ اكل كسره. واحد مره في مناظره اسمه حميده ناظر اخونا شيخ مزمل، قال له: البرع دي كسرته دي بس بتدخله الجنه، كسرته بس. يا زول، وطيب ريغان ده زمان تذكروا؟ الناس الكبار بيذكروا ريغان. طيب ريغان ده يخش الفردوس الاعلى ولا شنو يعني؟ ريغان ده مال البلد دي قمح كله، شبعت السودان ده كله، وواحد كافر في النهايه. لكن يا اخواننا العقيده، ما في عقيده ما في اي حاجه ثانيه. رجل اسمه عبد الله بن جدعان كان كريم في الجاهليه. سيدة عائشه سالت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ان عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل ويطعم ويكسو. قالت له: هل ينفعه ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، لا ينفعه ذلك. راح كله. ليه؟ السبب شنو يا اخوان؟ عقيده خربانه، عقيده خربانه. اشهر في الكرم من ابن جدعان اشهر منه حاتم الطائي، صح ولا ما صح؟ في ذول لسه ما بيعرف حاتم الطائي؟ كل ما يقول لك والله يقول لك ده كرم، كرم حاتمي، كرم حاتمي. ولده اسمه عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، مؤمن ولده مسلم. سلم قال له: يا رسول الله، ان ابي كان يطعم الطعام ويكسو الحلل، يلبس الناس كمان هدايا. كويس؟ قال له: هل ينفعه ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا ينفعه ذلك، ما بينفعه. قال له: فانه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. اذا يا اخواننا، انا اساس موضوعي اللي بتكلم عنه من قبل العقيده قبل اي شيء، ها؟ زي ما قالوا قبل العصيده. الله اكبر، لانه العصيده روحت ناس. واحد ياكلوا العصيده ويدوا عقيده خربانه، روحت على وجهي. لكن العقيده قبل كل حاجه. وانتبه
لأسلوب بتاع الشيطان خطير خطير. أول ما أنت نجدت عقيدتك الشيطان بيجي بيقول لك أيوة، وناس الحلة كمان معاه بيقول لك بقيت مع الجماعة، بقيت وهابي، خليت دي نبواتك يا زول. هوي أول حاجة نحن ما وهابية، ولا أنا أقول لك ولا كمان ولا أنا تابعين لأي جماعة، نحن بنعرف عقيدة أصيلة قاعدة في الكتاب والسنة بس. موضوع عقيدة يا أخي تربوا على صحابة وأئمة المسلمين، الأئمة الأربعة وقبالهم التابعين وأئمة الإسلام، دي عقيدتنا أدانا ندعو ليها. ليه؟ لأنه يا أخواننا الكتل والمجموعات هي الفرقت المسلمين، هي سبب في التفرقة، لأنه أي مجموعة تلموا براهم سووا لهم رئيس ها يقول يسمعوا كلام ويخلوا الحديث، يسمعوا كلام ويخلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلوا الآيات، خلوا كلام السلف العظماء الكبار. عشان كده انت خليك مسلم حر، مسلم حر من اي شيء. عقيدتي يقول لهم باخذها من الكتاب والسنه، لو جو قال لك ما بتنده الفقراء ليه؟ راح امشي معانا الزياره، قول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالت فاسال الله. ما عندي كلام مع وهابيه ولا عندي شغله بوهابيه، ها؟ انا اقول لهم عقيدتي وين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. حديث وايات من القران ربنا سبحانه وتعالى قالوا فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ده قرآن. هسه أنا أجي أقول لهم تاني دي شغلة بتاعت وهابية؟ ما عندنا أي علاقة بوهابية لا بغير من الجماعات كلها، كل الجماعات هي الفرقت المسلمين يا أخي. الآن المسلمين يتناحروا ويشاكلوا ويشاجروا ويتلاعنوا من أجل ماذا؟ من أجل جماعات سواء رجال، أي راجل لما لو شل معاه أو تبقوا أتباعيه وسميتها لكم جماعة الفلان الفلاني كويس؟ وخلاص نحن دي قواعدنا، قواعدك بتاع شنو؟ شنو أنت جبت لنا شيء جديد؟ الدين معروف اللي بيجمع الأمة يا إخواننا الناس ترجع للكتاب والسنة. ترجع للكتاب والسنة، ترجع للفقه الصحيح، الفقه اللي ما فيه تحيز. يعني شيخي قال كده أنا معاه. واحد مما تسأل يقول تقول له اختلفوا الناس، يقول لك شيخ فلان بوين؟ واقف بيجا ولا بيجاي؟ اوعى ترتبط بزول، اعرف المعلومه دي، ما ترتبط بزول. ولا حتى اخواننا مثلا قد يكون سمع لي محاضره انا ولا لشيخ مزمل ولا شيخ شهاب كويس؟ اول ما يسالوه من حاجه يقول لها شيخ مزمل قال شنو؟ شوف ما تربط الحق بزول ولا بمزمل ولا باداب ولا بغيره، ما تربط الحق بزول، الحق الكتاب والسنه. لانه هل الان مزمل مضمون انه حيموت على كده؟ تضمن؟ منو اللي بيضمن الان؟ ما بضمن، انا بضمن نفسي؟ ما بضمن. عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات. صحابه الزمان ناس المرضيين فليستن بمن قد مات فان الحيه لا تؤمن عليه الفتنه. يعني الليله انت تربط بينا وفلان وشيخ اداب قال وشيخ شهاب قال وما تعرف منو، بكره دي انا قد يحصل لي ما يحصل، قد يحصل لي ما يحصل وفارق الطريق السليم، انت حتمشي معاي ولا حترجع؟ ما تربط رقبتك بزول. انت قول لهم لو جاء زول قال لك شيخ فلان وشيخ فلان اختلفوا، قول له ده حجته شنو وده حجته شنو؟ نحن مع الدليل، ده النظام كده، نحن مع الدليل بس من الكتاب والسنه. ابن عباس رضي الله عنه، ده انا اختم بها كلامي، اظن شيخ مزمل جاموس، ايوه انا ما شايف تمام. انا اختم كلامي يا اخواننا، شوفوا المثل ده ابن عباس ضربوه وده فيه لنا نحن في قلوبنا دي كسر لباب التحزب، عشان ما يتحزب لزول. الصحابه اختلفوا في مساله القران وحج التمتع، نوعين من انواع الحج، معروف انواع الحج عندكم القران والتمتع، اختلفوا. فابن عباس اداهم الدليل، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا 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 في حج التمتع، يعني تمتعوا بالحج. فقاموا ديلك قالوا له شنو؟ قالوا ابو بكر وعمر قالوا كذا وكذا. يعني خدتوا كلام ابو بكر وعمر، لاحظ ديل ما ناس عاديين، ديل اعظم الاولياء في الامه دي، اعظم اثنين ابو بكر وعمر رضي الله عنهما بيجاي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيجاي. تعرف ابن عباس قال شنو؟ قال لهم يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء. قال انا خايف تنزل عليكم حجاره من السماء هسه تهلككم.
أقول قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر؟ بالله شو من النظافة دي كيف؟ دي عقيدة، منهج نظيف، منهج نظيف. أنت عشان كده أوعى تقول لي ها وفلان قال شنو وفلان ده قال شنو. لا لا، قول لهم وين الحجة؟ ما تتعصب لزول شيخك قال كده. أيوة أخوانا والله أنا شيخي ما معصوم، مش ده شيخك، هاي ما معصوم. قال شنو؟ قال كده. كلامه ده صح ولا غلط؟ والحجة مع منو؟ الخالف منو؟ خالفوا فلان. وين الدليل؟ كتاب السنة. ربنا قال قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. وين الدليل مع منو؟ نحن مع الدليل بس، لأنه يا زول أنت بتموت بعدين، ترقد في القبر في شيخ فلان بيكون راقد جنبك؟ يكون معك؟ عشان كده في ناس يا اخواننا الآن باللخبطة وبالحزبيات ده يرجعوا لنا السلفية النقية الصافية، ده يرجعوها زي الشغل بتاع الصوفية تاني. تاني نحن نرجع لأن شيخي فلان وتتكلم في شيخي ما بخليك. ما رجعنا صوفية؟ رجعنا صوفية تاني نحن. ما في كلام زي ده. نحن لا بنعرف فلان، لا بنعرف علان، علماء الأمة كلهم على العين والراس. كل علماء الأمة المعظمين من السلف الأوائل، صحابة والتابعين والأئمة الأربعة، وأنت ماشي ليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وتلاميذهم كلهم على العين والراس. علمان المعاصرين كلهم على العين والراس، ابن باز والعسيمين والألباني وتلاميذهم كلهم، والفوزان وربيع وكلهم، ربنا يحفظ الحيين ويرحم الميتين، كل العلماء على العين والراس. لكن نحن ما تبع لواحد منهم، انتبه للمعلومة دي، ما تبع لواحد منهم مهما عظمت مكانتهم، يؤخذ من قولهم ويرد، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا منه، إلا صاحب القبر اللي هو منه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنا أشكركم في آخر الكلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لأخينا الشفيع ولكل اللي تزوجوا. أنا عارف الحلة هنا ما شاء الله فيها كمية، إن شاء الله ربنا يبارك لهم كلهم ويجعلوا زواج على الكتاب والسنة وزواج مبرور، ويملأ بيتهم بالخير والرخاء والنعمة. أقدم الشيخ إن شاء الله مزمل في وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.